ربك يوم ما بيقفل الباب بيكون فاتح باب قبليها، ومحدش في الدنيا دي عارف الخير فين او جاي منين. كل ما دقت خليك مؤمن بتفرج من بعد الدقيقة، لو مسدودة في وشك اضحك لها لو حتى حزين، اضحك لها لو حتى حزين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم والسلام عليكم وأقرب طريق. يقال إن ابنة هولاكو زعيم التتار كانت في يوم بتطوف يعني في بغداد، وشافت مجموعة من الناس ملتفين حوالين شخص، فسألت مين الشخص ده؟ فإذا هو عالم من علماء المسلمين، فأمرت بإحضاره وسألته: ألستم المؤمنين بالله؟ قال: بلى. قالت: ألا تزعمون أن الله يؤيد بنصره من يشاء؟ قال: بلى. قالت: ألم ينصرنا الله عليكم؟ قال: بلى. قالت: أفلا يعني ذلك أننا أحب إلى الله منكم؟ قال: لا. قالت: لما؟ قال: أتعرفين راعي الغنم؟ قالت: نعم. ألا يكون معه قطيع من بعض الكلاب؟ قالت: بلى. قال: ما يفعل الراعي إذا شردت بعض أغنامه وخرجت عن سلطانه؟ قالت: يرسل عليها كلابه لتعيدها إلى سلطانه. فسألها: طب كم تستمر الكلاب في المطاردة؟ قالت: ما دامت الأغنام شاردة. فقال لها: طيب فأنتم أيها التتار كلاب الله في الأرض، طالما بقينا نحن المسلمين شاردين عن منهج الله وعن طاعته، فستبقون وراءنا حتى نعود إليه عز وجل. ولازالت الأمة شاردة والكلاب تطاردها، وللأسف الشديد ده بيطابق واقعنا، وحنفضل تايهين شاردين طول ما احنا بعاد عن ربنا ومنهج ربنا وطاعته. بس التوهة دي مش عذاب ولا عدم حب، ده عشان يعلمنا ويربينا ونفوق ونعرف انه مش هنقدر نتحرر من استعباد الغير لينا واستعباد الحياة المادية لينا غير لما نكون عباد لله بحق، نعبده حق العبادة. ولو ما فوقناش هنفضل تايهين. انتوا ملكوش غيري عشان حياتكم تستقيم وتحسوا بالراحة النفسية، هتفضلوا حاسين وعايشين في التخبط، هتفضلوا مش مستقرين مش متزنين نفسيا. في ظاهر الأمر هو عقاب، ولكن هو حب لعباده عشان يعلمنا اننا نطيعه، زي الأم والأب ولله المثل الأعلى بيعاقبوا أبنائهم مش عشان يعني كره، بس عشان يعلموهم الصح. بعد ما ربنا نجى بني إسرائيل من طغيان وعذاب فرعون وأغرقه هو وجنوده، أمر ربنا سيدنا موسى أنه هو وبني إسرائيل يدخلوا بيت المقدس ويحاربوا الجبارين، ولكن بني إسرائيل رفضت. بعد ما ربنا أنعم عليهم ونجاهم واجتباهم وفضلهم، عصوا أمر الله: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فكان عقابهم التيه لمدة 40 سنة في الصحراء، وهو ربنا نصرهم على فرعون وعارفين انه اكيد هينصرهم على غير يعني على غيره، بس هم اعتادوا ان هم يكون ليهم سيد يسودهم، اعتادوا الخوف والجبن. التيه ده في ظاهره عقاب ليهم، ولكن هو رحمه وتدريب ليهم عشان يعرفوا ربنا كويس. التيه ده كان مزيج من رحمات من ربنا عليهم وشده، يعني يعانوا من مشاكل وعثرات ويذوقوا معاني يعني لطف ربنا ورحمة ربنا ورزق من حيث لا يحتسبوا، فيقوي إيمانهم تدريب عملي بالحياة الشدة والرخاء، ويفضلوا 40 سنة في التيه ويموت منهم أجيال وتيجي أجيال جديدة طبعها مختلف، تقدر تتحمل رسالة ربنا وتقدر تغزو وتحارب وتنتصر وهي متمسكة بمنهج الله. خذوا ما أتيناكم بقوة. لما تلاقي نفسك تايه متخبط في الدنيا وكل حاجة حواليك متلخبطة، ما تقولش ان ربنا ما بيحبنيش. الرب يربي، هو يعلمك ويعرفك انك محتاج ترجع ليه وتشوف هو طلب منك ايه وانت مقصر في ايه، وتاخد اللي امرك بيه بقوة. كلنا محتاجين نعمل كده عشان نفسنا وعشان بلدنا وعشان ربنا يأيدنا وينصرنا ويرفع عنا التيه. وده اقرب طريق. خذوا ما أتيناكم بقوة، تمسك بمنهج الله وطاعته، فإنه لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. والله تعالى أعلى وأعلم. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. ربك يوم ما بيقفل باب بيكون فاتح باب قبليها، ومحدش
عايش في الدنيا دي عارف الخير فين او جاي منين. كل ما دقت خليك مؤمن بتفرج من بعد الضيق، لو مسدوده في وشك اضحك اضحك لها لو حتى حزين، اضحك لها لو حتى حزين.